اسبوع جديد وطلعت اسبوع جديده، طلعت الاسبوع ده سميحه. سميح اسم كده غريب قوي، ما تسمعه تقول يعني ايه سميح. هم متخصصين في البيتزا والفطاير. بص على اللوجو بتاعهم كده تلاقي مركز ابو قرقاس محافظه المنيا، تحس انهم جايين من المحافظه عشان يعمل لك فطير جامد وبتاع، غريبه شويه. فتحوا في مصر 2018 وقدروا من ساعتها لحد النهارده يعملوا فرعين، واحد في ووتر واي التجمع ده اول فرع ليهم، والتاني في الكوربه مصر الجديده. وفتحين السنه دي فرعين في الساحل برضه، واحد في ستيلا ووك اللي احنا فيه ده، والتاني في دبلو 3. فجيت النهارده طلبت المنيو بتاعهم كله تقريبا، مع اني بصيف بس قلت لا اعمل لكم طلعه برضه في مصيف. طلع بقى شوف احنا عندهم ونص نص ولا ايه الكلام، اشتري في تكرمهم ايه. واسعار الحط كلها النهارده هيدفع لها 14% سواء كنت في الفرع او طلبت دليفري في البيت. واسعار الحط كلها النهارده كمان هتبقى اسعار القاهره مش الساحل، لان احنا بنعمل ريفيو عشان العمر كله. الساحل بيبقى 3 شهور واسعارها متغيره، دايما بتبقى اغلى من القاهره سيكه، فهنحط اسعار القاهره. العبيد كنت سلوك الامر، لو شايف سبسكرايب لو سمحت تعملوا سبسكرايب. يلا بينا. نبدا باول حاجه القنبله. دي القنبله بتبقى هوت دوج وبسطرمه وسجق. نبدا بالقنبله، ناخد واحده من النص كده. اولا ريحه الفطيره تحفه، يعني بصوا القطع عامله ازاي. بصوا المنظر، فطيره غرقانه جبنه دسمة جدا جدا، مكونات نظيفة قوي، طعمها واضح جدا، رهيبة 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 القنبلة دي. هي قنبلة فعلا. بصوا الدسامة بتاعت الفطيرة عاملة ازاي، مشرشرة زيت من كل حتة، رهيبة. السجق كمان مع البسطرمة مع السوسيس رهيب، مع الجبن اللي جواها بقى جامدة جدا جدا جدا، قنبلة فعلا. نلحق بقى ميكس جبن دي ما تبرد. الميكس جبن مش محتاجه شرح، مشكل جبن طلبتها فطيره برضو. خش على مشكل جبن. الحلو بقى في الفطيره ان انا مش محتاج اخد حته من النص عشان تبقى جامده، الاطراف كمان محشيه ومليانه قوي. بص بص جبنه شيدر وموتزاريلا وجبنه كيري وطماطم وفلفل الوان. يا ولاد اللذينة، الفطير عالمي والله العظيم، يا نفسه ان هم يبقوا من اجمد ناس في مصر، ما كانوش اجمد فطيره في مصر. فظاع. خش على المجرم ده بقى، سجق بالجبنه الرومي، وانا طلبت اضافه كيري عليها عشان نموت. فطيره سجق بالجبنه الرومي اضافه جبنه كيري. بصوا خدوها مني قاعده كده، السجق يحب الكيري قوي، فطيره السجق مع الكيري بوم. ناخد من الطرف بقى خلاص مش خايفين، في زيتون اهو، فلفل الوان. لا 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 لا. السجق المستخدم نظيف قوي، طعمه واضح قوي، الجبن فيري هاي كواليتي، يعني كواليتي عالي جدا، الفطيره نفسها متخدم عليها زي ما قال الكتاب دسمه جدا، الحشو بتاع الفطير مش كتير، فاكتر حاجه باينه هو اللي جوه، رهيبه رهيبه. الثلاث فطاير لحد دلوقتي كلهم اجمد من بعض، حسب بتحبوا ايه اكتر من ايه. فظاع. الجبنه الكيري كمان لما اتحطت مع السجق رومي دي خفت الغباوه بتاعت الرومي، بس هي من غير ده في الكيري حلوه قوي برده، لان اللي مختار الرومي مع السجق صايع، ده حرشانه زياده عن حرشانتها. السجق لوحده حرش، مع الجبنه الرومي بقى فظيعه.
نخش على ال سميحه على اسمهم. فطيره اسمها ال سميحه. ورينا يا سميحه. السميحه دي بتبقى سجق ولحمه مفرومه وجبنه موتزاريلا وشيدر. ورينا يا ال سميحه. هي دي حلوه برضو، بس انا شايف ان هي ما تستاهلش تتسمى ال سميحه باسمهم. لا، قنبله اجمد بكتير، سجق جبنه رومي اجمد بكتير، فلا ان هي تتسمى على اسم المكان لا، شايف ان هي يعني اوفر ريتد، لا يعني زياده عليها كده، لا مش واو. الباقيين اجمد من دي بكتير، المكونات كلها تحفه، والفطيره كده كده مخدومه خلاص. بس كمكونات مع بعض كميكسات، قنبله عالميه وسجق رومي دوليه، فانا شايف ان دول اجمد من دي، وواحده منهم تستاهل تتسمى باسم المكان مش دي. مش صوابعي عملت ازاي من الفطيره. نخش على البيتزا. دي بيتزا السميحة، بتبقى مشروم وهوت دوج ايطالي وجبنة موتزاريلا وزيتون وريد صوص، صوص صلصة حمراء. مستر اطراف عاملة ازاي؟ الاطراف معمولة بطريقة غريبة، كأنها ستافت كراست، بس هي مش ستافت كراست. بصوا عاملة ازاي؟ المكونات بتصرخ من الوضوح، واضحه وضوح مش طبيعي، وده اكيد لك ان الخامات المستخدمه نظيفه جدا. ما دام واضحه قوي كده يبقى نظيفه. حاجه واحده بس مش عجباني، ان الطرف اللي في الاخر ده هو عباره عن عيش بس، يعني هو لفه عيش كتير، فده كميه عيش كبيره قوي، تنفع للشبع، لو عايز تشبع هتشبعك طبعا، انما كتيست كطعم انا شايف ان هي عيش فاضي وكتير، فمش احسن حاجه، كانت تتعمل على بعضها كده احسن، بس يمكن هم قاصدين كده احسن انها تشبعك في الاخر يعني ممكن. الدوج ده كمان حلو، حلاوه يا ولاد اللذينه، والمشروم نظيف قوي مع الزيتون بقى والمزازه، تحفه تحفه. بس انا زي ما قلت لكم انا حلاوتها عندي خلصت هنا كده، دخلت هنا كده خلاص، ده عيش فاضي بقى. العجينه نظيفه قوي كمان بالمناسبه قوي. الفكره دي اللي مبوظاها، بس فكره العيش الكتير اللي ورا ده مبوظه الطرف، مش مبوظاها كلها، طرف بس. انا باكلها اسيبها كده خلاص. اثبت فظيعه، طعمها رهيب، فظيعة. نخش على الطواجن، نبدأ بالنجرسكو. أو! ده طاجن مكرونة نجرسكو، بيبقى مكرونة شرايط بالفراخ والوايت صوص. حلو الكب ده. أوبا. طب تعالى شوية كده بلاش رخام. يا ولاد اللعيبة. حلو قوي، المكرونة حلوة، صورة مظبوط، كمية جبنة محترمة وكمية وايت صوص محترمة، قطع فراخ كبيرة. بصوا جامد قوي، طبعا الجبنة كمان على الوش كبيرة مش قليلة أبدا. حلو قوي قوي، وحجمه كبير، طاجن طاجن مش عينات، لا كبير. بصوا كده حلو قوي. نخش على طاجن ال سميحه، كنت هتلسع تاني. بيبقى طاجن مكرونه بنا باللحمه المفرومه والوايت صوص والجبنه الموتزاريلا. طاجن خارجه من الفرن مولعه نار. اللحمه المفرومه اللي مستخدمينها طعمها قوي وخامتها حلوه جدا جدا. سر جمدانهم لغايه دلوقتي ان الحاجه اللي مستخدمينها غنيه وواضحه جدا. بصوا دايب ازاي؟ رهيب بجد، حلو قوي. لو ده يستاهل يتسمى السميحة، جامد قوي. خش على فقرة الدلع بقى، خش على الحلو. دي فطيرة لبن وسجق. لبن. دي فطيرة لبن وسكر، ودي بيتزا باللوتس، وده كالزوني كندر بوينو ونوتيلا. نبدأ بفطيرة السكر واللبن. خد حتة كده إيه الناحية دي، بس دي عشان غرقانة. أولاً كمية سكر رهيبة على الوش. استاذ بلبل تسمح لي اعيط. حلوه قوي قوي، بس تقيله تقيله. لبن مكثف، طعمه رهيب مع السكر وغريب. حلوه قوي قوي. انا الاكل خدني بس، ونستوريك شكلها من قريب.
دي فطيره اللبن بالسكر. بس كميه السكر قد ايه؟ دي بيتزا باللوتس. وده كالزوني بالكندر بوينو والنوتيلا. بصوا حجمها عملاق ازاي. بصوا طبعا الشوكولاته يعني الدنيا غرقت شوكولاته. نبدا بايه؟ نبدا بايه؟ نبدا باللوتس عشان نخلي الجريمه دي للاخر. بيتزا لوتس. بيتزا باللوتس. اوب اوب اوب. يبقى دي ما عجبتنيش، مش عشان وحشه بس عشان غنيه بزياده، يعني مليانه لوتس، متغرقه لوتس فعلا، غرقانه لوتس. فاللوتس ده مع عجينه البيتزا لازق في بقك، يعني بقك بيمسك. وشوجر رش مش طبيعيه، خبطه سكر بقى فظيعه، تقيله قوي قوي قوي. لو بتحبوا النوع ده من الحلو هتعجبكم، انا دي مش دماغي. يا لهوي تقيله قوي، انا خايف منك. تعالي كده حته من النص. المفروض القشة كانت تاكلها بشكل سكينة، بس انا ما بحبش كده، احب اكل بايدي. لف كده لف كده. يا نهار اسود. زيها زي اختها بالظبط، دي تقيلة جدا، كمية شوكولاتة كتير جدا. وكندر بوينو طبعا طعمها تحفة، مش محتاجة ريفيو. بس عجين مع شوكولاتة مع كندر بوينو كتير تقيلة، تقيلة الخبطة بتاعتها. انا مش دماغي. لو بتحب الحلو التقيل قوي ده اللي هو ممكن يعني يجزعك سكر هيعجبك، انما انا مش دماغي. خلاويص خلاويص. اقول لكم بقى الخلاصه. سميحه بيتزايه وفطيره متكلفه قوي 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 قوي. خامات نظيفه ومحترمه وواضحه جدا، وفطيره غنيه وتقيله، وعجينه بيتزا محترمه مستويه كويس جدا. اجمد حاجات عندهم ما ينفعش تفوت القنبله والسجق جبن رومي. دوليين دوليين بمعنى الكلمه. وبيتزا سميحه كمان دوليه وجامده جدا. الطواجن حلوه قوي برده، متكلفه وتقيله. الحلو لو عايزين حلو خفيف ريزنبل يعني معقول وتقدر تستحمله وتستمتع بيه، السكر باللبن جامده قوي، وفكره اللبن المكثف اللي فيها دي مخليها مختلفه وطعمها حلو قوي. اللوتس والكالزوني كندر بوينو نوتيلا تقال. ماشي انتوا فهمتوا، تقال قوي قوي. لو بتحبوا السكر اللي يجزع وتقيل قوي كده هيعجبكم. عايزين حاجه في المعقول، مش يعني نو. بس كده هي دي قطعه الاسبوع ده من قلب الساحل الشمالي. استنى لو كسر عبد الرحمن. لو عجبتكم طلعه اشترك القمر، لو عايز سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل حاجه انزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله، في اسبوع جديد وطلعه جديده. اشوفكم على خير. Every single day.